جزاك الله خيرا. سائل يقول: هل الثوب الذي يلبس إلى أنصاف الساقين يعتبر ثوب شهرة في هذه الأيام؟ هو عند الناس يشيرون إليه بالأصابع إذا رأوا رجلا من أو من قوم يعتادون أن يكون اللباس نابلا. أما إذا كان من قوم يعتادون رفع الثياب، يعني في بعض البلاد تجد ثيابهم قصيرة من أصل وتجدها نصف الساق والباقي في السروال، فهذا يعتبر لباس شهرة. ثم إنني أقول ينبغي أن لا نتشدد في هذا الأمر، أي في رفع الثوب، لأن الأمر كله واسع، والصحابة منهم من يكون ثوبه إلى أسفل من نصف الساق، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثوبه نازل، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن ثوبه نازل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر عقوبة من يجر ثوبه خيلاء قال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده. فقال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. ومن لازم كون يسترخي عليه أن يكون أنزل من نصف الساق، لأنه لو كان إلى نصف الساق ونزل حتى وصل إلى ما تحت الكبين تبدو عورته من فوق ضرورة. يعني لو كان إزار يصل إلى نصف الساق، والعزة كما تعرفون في الغالب إلى السرة، إذا نزل استرخى ونزل ينكشف ما فوق. وهذا دليل واضح على أن الأمر والحمد لله في هذا واسع، ولا ينبغي أن يعلق الإنسان الولاء والبراء على تقصير الثوب أو تطويله. لكن من رأى أخاه قد نزل ثوبه أكثر من كبيه فلينصحه في ختام هذه المادة، فلينصحه.